السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. النهاردة جاي لكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهاردة؟ هنلف في شارع كلاسيك او سيدي بشر ابلي اللي هو المنطقة التجارية. بسلة ب20، الليمون بالربع ب8، بصل الأحمر ب20، كيلو الجزر ب8، في خيار خيار بالباقي، لا خيار ب20، فلفل هو اللي بالباقي، الطماطم ب10، بطاطس ب15، الباذنجان العروس ب20، في وفي حاجات حلوة. بصل الأحمر اللي لسه طالع ب10 جنيه، بلح ب30، بكام الزيت؟ 55. والبيضة بكام؟ بداية 46، ده البلدي والسريع ب40. أسماك وفسفان هنا برضو، سيك بقى والرنجة والكلام ده كله. بكام البولت؟ 85، 80، يعني انت عزتني عزتني. ماشي خلاص. في بولت بقى حي، في بولت مش حي. المهم ان ده شارع كلاسيك ميامي التجارية. اهو فراخ امبارح كانت عاملة 97، فراخ البيض. Thank you.
حاجات مفروشات وتنجيد و وقماش والكلام ده كله برضه هنا، وندد عربي من هنا. كده سكة القطر من تاني، كده رجعنا سكة القطر كده بحر. مخبز أبناء سوهاج الدورة بكام الملبن؟ ايه بالعربي يقول لك ايه؟ قال لك ايه؟ صوفيا 130، تمر سي 37، لوز امريكي 135، بندق 165، 175، عين جمل 115، بلح 30، عين جمل بقشره 240، في بلح ب 50. Thank you.
عليكم. كم كيلو اللحم؟ كم اللحم؟ اللحم 440. شارع محمود ناجد.
Well,